مين المدرب اللي أثر على حضرتك وفادك في اللعب؟ أنا كابتن فاروق جعفر جابني نادي الزمالك، لكن اللي أنا استفدت منه كتير جدا. طبعا كابتن فاروق جعفر وكل سنة هو طيب. طبعا كل المدربين المصريين وكابتن أبو رجيلة طبعا كل المدربين المصريين اللي اشتغلت معاهم بصراحة كلهم أضافوا لي كتير جدا جدا. كابتن حلمي طولان كمان، لكن مستني كل الأسماء دي بس. لكن بقى ها اللي استفدت منه كتير جدا مستر كابرال. مدرب عقلية قوية كبير جدا جدا، يعني عمل معايا انا حاجات شخصيه كتير كان اي مدرب تاني ما كانش يقدر يعملها، يعني في التوقيت ده بلاش تخوض فيها. يعني بلاش تخوض فيها؟ بلاش تخوض فيها. بعد الفطار هكلمك ابو كابتن اعرف. لكن استفدت منه في الملعب، لعبت معاه موسم كامل، خدنا بطولات كتير جدا، رحت معاه المنتخب في الوقت ده. كمان كان في مسانده غير طبيعيه للجيل اللي كان موجود، كان معاه ناس اللي قاعد احتياطي زي اللي بيبدا زي اللي خارج ما فيش عنده مشكله خالص بصراحه. وانتوا كنتوا مساعدين يا ابو كباتن، انتوا كنتوا كلكم كويس. كله كويس صح، لكن هو كمان كان حته الظلم دي ما بيعملهاش. اللي بيجتهد بيلعب. بتتمرن كويس انت اللي هتبدا، حتى لو انت جايب جول الماتش اللي فات والجماهير كلها عارفه ان انت اللي هتبدا الماتش اللي جاي، ما بيعملش كده، بتلاقي نفسك قاعد بره وواحد تاني بيلعب. لان بعد الماتش على طول اول تمرينه في اسبوع، كان ايامنا احنا كان الماتش بعد اسبوع، يعني مش كل يومين ماتش كده. كان ساعتها الدنيا يعني مظبوطه اكتر، يعني مريحه طبعا، احسن طبعا. فبتتمرن اسبوع كامل، فلازم اللي بيتمرن كويس ال 10 لعيبه او ال 11 لعيبه اللي بيتمرنوا كويس مكافاه اول ماتش بالظبط. اسبوع كامل انت كويس فمكافاتك ال 90 دقيقه تبدا، ما عندوش مشكله خالص. فكان دي ميزه فيه، يعني استفدتها منه بشكل كبير جدا. كمان شغله بقى في الملعب كمان مهم جدا جدا، ما بيتعبش اللعيبه خالص في حته في تحملات وفي البرنامج مظبوط 100%، لكن واصل لدرجات معينه عشان ما يعورش اللعيبه. في بعض المدربين ممكن يشتغل معاك يعورك او يجهدك يخليك تبقى وحش في الماتش والناس ما مش عارفه.